طيب خلينا سريعا نروح للعالمين عشان نشوف اخر الاستعدادات للانطلاق طبعا فعاليات مهرجان القاهره للدراما وابرز الفعاليات كمان الموجوده في مهرجان العالمين مع زميلنا محمود جميل. يا محمود صباح الفل. صباح الخير عليك يا شاذلي، بصبح طبعا على بسنت وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. الاستعدادات هنا بتتم على قدم وساق طبعا لاستقبال بقى مهرجان القاهره للدراما في نسخته الثانيه، ويمكن دي النسخه اللي هتبقى طبعا مميزه جدا لوجودها في مدينه العالمين الجديده وسط طبعا الاجواء الحلوه والمبهجه اللي خلقها مهرجان العالمين الجديده من اول يوم في انطلاقه. طبعا المهرجان هيقام بكره ان شاء الله على النورث سكوير، وطبعا في استعدادات خاصه، يمكن يعني احنا لاحظنا طبعا التجهيزات اللي موجوده الخاصه باعمال الاناره، الخاصه طبعا بتنظيم المقاعد وكل حاجه بالتفاصيل يعني بتتم في المنطقه طبعا دي يعني بدء مهرجان القاهره للدراما بكره. ويمكن كمان هي نسخه مميزه مش بس عشان موجوده في مدينه العالمين الجديده، لكن كمان زي ما انتوا قلتوا انه في اتاحه للجمهور ان هو يصوت طبعا من خلال المواقع المختلفه الخاصة بالمهرجان، يصوت طبعا لأفضل ممثل صاعد، وكمان التكريم هيكون على مجمل الأعمال اللي كانت موجودة في الدراما على مدار السنة مش بس شهر رمضان وكمان هيكون مرور 60 سنة طبعا على إنتاج أول طبعا مسلسل درامي وهو هارب من الأيام عام 1962. ده بالإضافة طبعا إنه متوقع هيكون في حضور عدد كبير من الفنانين في مهرجان القاهرة للدراما، فبالتالي هتكون نسخة مميزة جدا موجودة في مدينة العالمين الجديدة، وهننتظرها كمان معاكم بكرة وهننقلها ليكم بكل التفاصيل. لكن كمان احنا عندنا يعني بكرة كمان مش بس مهرجان الدراما، لكن كمان هيكون عندنا في حفلات فنية جميلة جدا. بكرة هيكون في الستاند اب كوميدي علي أنديل وسارة طارق، وكمان هيكون عندنا حفلة فنية هتجمع ما بين بقى محمود الليسي ومحمد عدوي ومسلم، فبالتالي هتكون حفلة مهمة جدا وكمان الناس هتنبسط. فاللي طبعا هيخلصوا مهرجان الدراما يقدروا ان هم يتحركوا بقى على الحفلة، فهيكون عندنا الحقيقة برنامج متنوع سواء من الفعاليات الفنية او حتى كمان الفعاليات الرياضية اللي هتبتدي بقى النهاردة يا شاذلي. احنا النهاردة هيكون اول يوم في الفولي بول، كرة الطائرة الشاطئية اللي هتنطلق في مدينة العالمين الجديدة. النهاردة ده اول يوم للبطولة وهتستمر لحد يوم السبت الجاي، والحقيقه في مشاركه عدد كبير من المنتخبات وهيكون في مشاركه من الرجال والسيدات. احنا بنتكلم على 25 منتخب من الرجال و21 منتخب من السيدات مشاركين في البطوله، ده بالاضافه طبعا الى المنتخبات المصريه. احنا عندنا 11 فريق من مصر، 6 سيدات ب 12 لاعبه و5 رجال ب 10 لاعبين، باجمالي 22 لاعب ولاعبه بالاضافه طبعا الى الجهاز الفني. الحقيقه يعني كنا امبارح بنتكلم كده مع المنظمين للبطولة، فاتكلموا طبعا ان هم بدأوا التجهيز والاستعداد للبطولة من شهر مارس 2023، وطبعا تم اختيار مدينة العالمين الجديدة وان البطولة تكون موجودة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، طبعا بسبب ان مدينة العالمين بتتمتع بالعديد من المقومات اللي طبعا منها الإقامة المريحة، الفنادق اللي موجودة، الانتقالات السريعة، الطبيعة الجوية وحالة الطقس اللي موجودة كمان في مدينة العالمين الجديدة. فطبعا هم قرروا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي طبعا ان هو يختار مدينة العالمين الجديدة. فالحقيقة في تجهيزات النهاردة طبعا هيكون نظام التصفيات، هيكون طبعا السنجل بحيث اللي هيخسر خلاص هيكون خارج البطولة، واللي هيكسب بقى هيكمل التصفيات بكرة، ويوم الجمعة هيبقى دوري المجموعات، ويوم السبت اللي هو اخر يوم هيبقى السيمي فاينال والفاينال. فبالتالي في مشاركة كبيرة جدا في الفولي بول واستعدادات كبيرة جدا، ومتوقع كمان ان هيكون في حضور جماهيري كبير لان كل الناس بتحب طبعا كره الطائره الشاطئيه، وخاصه ان هي تبقى على شواطئ البحر الابيض المتوسط الخاصه بمدينه العالمين الجديده، فبالتالي هيكون في اقبال كبير جدا والناس كلها طبعا هتتابع البطوله وهتستمر كمان في متابعه الفعاليات المختلفه. ده غير كمان ان احنا هتنطلق كمان خلال الاسبوع ده بطوله التجديف، ويوم الجمعه كمان هيكون عندنا حفلات فنيه، والسبت طبعا هيختتم المهرجان بحفله كايروكي. ف بالتالي
في حفلات كبيره جدا موجوده. لاحظنا كمان ازدياد حركه السائحين اللي موجوده والمترددين على مدينه العالمين الجديده. كل الناس بتتمشى في الممشى، بتستمتع بالاجواء اللي موجوده، حاله الطقس الجميله اللي موجوده. فطبعا يعني بندعو كل الناس اللي ما لحقش طبعا مهرجان العالمين من الاول فيلحق، يقدر يلحق طبعا الاسبوع الاخير من مهرجان القاهره للدراما. هيستمتع بفعاليات حلوه جدا في اجواء مبهجه وحاله طقس جميله على شواطئ البحر الابيض المتوسط في مدينه العالمين الجديده. واكيد هنتابع معاكم كل ما هو جديد في الفعاليات الفنيه والرياضيه في مهرجان العالم عالمين. برجع لكم في الاستوديو مره تانية. نشكرك محمود جميل من العالمين الجديده، كل الشكر ليك.